انا مو قلت لك ما تزعج اختك؟ شي حلو والله عم تلعبي العاب كمان ولا زي فيها ارجع لورا. ماما انا قلت له يلعب معي ليش عم تقطعي عليه؟ خلصي وليه؟ هيك ولادنا بتجي غير بتكسير الراس. بس هو اخوي. هذا لا اخوكي ولا ابني. بس ابوه هو نفسه ابوي. خلصي بلا فزكه. انت لساتك قاعد هون؟ يلا على غرفتك. يلا. سهير. يا سهير. ايه ابني جاي. الله يعطيك العافية. خير ان شاء الله. شباب ما تعبان شوي؟ سلامتك. بس انا جاهزين الحمام يا حمام وانا شوي. كيف الحمام جاهز؟ حمام بلكي ترتاح شوي سوي لي كل اكل عندك. بس شوي عصبية. تحبني؟ ايه. طيب ليش هيك بتعاملني؟ لأنه يمكن لساتك صغير. لا لأنه أمي ماتت ما في حدا يدافع عني. وأبونا وين راح؟ أبي مريض الله يعينه ويساعده وأنا ما بحكي له شيء. ايه والله الله يشفيه. يا رب. طمنيني يا مرة إن شاء الله حمادها بيدرس منيح. صراحة ما بعرف شو بدي أقول لك. شو؟ مقضي هاللعبة بلعب وما عم بيسمع كلمة. بقول له يا حبيبي يا حمادة تعا دروس بلكي تنجح. بقول لي أنت ما دخلك أنا حر. حمادة هيك بقول لك؟ إيه إيه إذا ما بتصدق بنادي لسولي. بسم الله ونعم الوكيل. يا مرة معلش دكتور يبارك عليه حمادة لسه صغير. انت بسعر امه. شو بسعر امه؟ انا امه وبحبه مثل سولين بالضبط. الله يبارك فيك اصيلي اصيلي يا سوفيا. طبختني والله يا مرة. سلامتك سلامتك. ما بيصير هيك تضل. بكرة الصبح لازم تروح على الدكتور وتحلل. حالتك كل ما حالها على الأسوأ. إن شاء الله. هو هيك. بكرة رح أنزل الصبح أحلل. والله تعبان كتير تعبان. سلامتك إن شاء الله ما في شيء. بكرة الدكتور بيقول لك شوية التهابات بصدرك وتاخذ لك كم حباية وما بيضل فيك شيء إن شاء الله. إن شاء الله الله يسمع منك. الله يسمع منك. لا هلا ما خلص جلي؟ يقطع عمرك قد ايه بارد؟ مساء الخير. هلا بس النوم. يلا حبيبي روح العب. خذي اخوك عبا حالة شكلة. هي ابنك انها يبقى كنا صغير خير تشطع شوي. انت رحت تحللت؟ نعرف النتيجة بكرة ان شاء الله. ان شاء الله خير يا رب. ان شاء الله. خذوا. ليش تكروني يا الدرازي؟ انا شو عملت لك؟ رح أقول لأبي. لا ما بدي صير مشاكل بالبيت بسببي. أبي مريض مو ناقص و
اوه يا امي الله يرحمك الله يرحمك. أهلين دكتور، خير طمني، شو نتيجة التحاليل؟ شو؟ أنا معي سرطان بالدم؟ دكتور أنت متأكد؟ ماشي دكتور ماشي، يعطيك العافية والله معك. سلامتك كيف صرت؟ الله يسلمك. هلا مرة حاسسية معدودة. لا تحكي هيك يا رجال، بعيد الشر عن قلبك. لا تقاطعني، اصبري خليني اكمل. سهير هذا ابني، ماني برقبتك، عارفك بتحبيه وبتحني عليه مثل مرحومة امه. لا تحكي هيك يا رجال، حمودة مثل ابني، معزته مثل معزة سولين بالضبط. عارف لهيك أنا عملت وكالة عامة لمحامي ياسر بن عمي حتى ينقل كل شيء باسمك. أنت إمتى لحقت تعمل كل هذا الشيء؟ بعدين أنت شلون بتوثق فيه؟ طمني بثق فيه، أنا عمي كل شيء راح يصير مثل ما بدي بالضبط. لا تاكلي هم، كيماوية رح تاخذها، لازم تنام لك شوي وتريح حالك. ان شاء الله سوي لك طيب زورات شاي شي سخن. اشتهي القهوه، فنجان قهوه بس اذا بتريدي. طيب ماشي، تكرم عينك. الله يكرمك. Thank you.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة مهاتمي محمد العمر المرحوم جوزك. ايه هو؟ انا رأيت قومة فاتحين عشان موضوع الوردة. هلا؟ ايه هلا دق الحديد وهو حاوي مش هنستعجل الاجراءات. استاذ ياسر؟ لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. السلام عليكم يا سمير، تفضلي. لك والأحباب في إن شاء الله. السلام يا رب. وبعرف الوقت المناسب، بس أنا بعرف المرحوم إنه وصاك تكتب كل شيء باسمي. ايه صح. صار هذا الشيء؟ هلا لا اكيد ما صار، يعني الله يرحمه بس ما صار له يوم متوفي، اكيد يعني ما راح الحق انا. يعني قد ايه بدك وقت؟ مو اقل من اسبوعين. طيب مو مشكلة. هلا زوجها بس هلا هي. انت لهلا مدفوس؟ قوموا لا قوموا لا لهلا مدفوس؟ خلي خالي شوفي. قوموا لا الساعة 7:30. خالتي تأخرت على المدرسة. وقف لما رايح ما في مدرسة، من هون ورايح ما عاد في مدرسة. ليه خالتي؟ هيك مزاج. طيب سولين ما راح تروح؟ لا سولين راح تروح وراح تصير دكتورة كمان. وانا كمان بدي اروح ادرس مشان اصير دكتور، هيك قال لي المرحوم ابي. انت بدك تصير دكتور يا تور؟ لك ايبو يجو كتير عليك، يلا تحرك روح مسكن درت اختك قبل تأخر. اشبك يا زلمة اصبرني بس يومين. استغفر الله العظيم. لك خلص وعد، هي اخر مرة بوعدك. شي يومين وبعطيك كم محبة مسج. خلص تكرم. لك اسمع، اختي جيتها ورتي محرزة من جوزها وراح تاخد تحقق مصراتك وفوق سكرها. خلص ماشي. ماشي ماشي بعدين بحكي معك. سلام. اختي شو صار معك شاورتك جوزك؟ شدي حالك شوي مع المحامي، لأن هدول بيلعبوا بدينهم ما بتعرفيهم. لا لا يا اخي، هذا ياسر معروف، معروف بنزاهته، كل العالم بتعرف فيه. يا اختي لو كان، لازم تشدي شوي عليه. الظاهر محتاج مصاري. ايه والله يا اختي، الدين مغرقني من ساسي لراسي.
خلاص ما تاكل هم، ان شاء الله بس تجي الورتي ديونك ليت انا متكفله فيها. الله يخلينا اياك يا اختي. ولا يهمك اخي، لا تزعل، اذا امي ما بتحبك فانا بحبك قد الدنيا كلها، حتى اكثر من امي. اختي وانا كمان بحبك، بس ما بقول لي غيرك بكل الدنيا. ومتحرك ولا ومش لي جليات الغداء؟ امي انا مش ليان. خلصي انت، خليني اشتغل باكله وشربه. ما حاج متحملته ببيتي؟ خالتي اصلا هذا بيت ابي وانا لي حصه فيه. حصه شو يا حمار؟ ما ابوك كتب كل شيء باسمي؟ يعني انا هون تعرفتك بمزاجي؟ لا اصلا ابي ما بيعمل هيك. عم تكذبني يا حتافه؟ قوم تحرك يلا، قوم اعمل بيتي. لا حرام عليك امي، حرام عليك امي، حرام عليك. لك خليك تبكي؟ لك ما بيكفي ابوك حرق قلبي وجاب امك برا عليك؟ خلصي انت لا تدخلي، والله لا احرق قلبه هو كمان بيقدره. يلا تحرك هلا. أنا اللي قلعته. قلعتيه؟ إيه قلعته، لأنه حرام يسرق مصاري من جزداني. لا أمي هو ما سرق منك شيء، بس أنت بدك تنتقمي منه. خلصي. شو لك ولك ولك بدك تقلعيني معه؟ خلصي ما عليك روح. مدام سهيل مبدئيا أنت ما فيك تقلعي بيته؟ بيته شو يا بعدي؟ ما المرحوم هو سجل كل شيء باسمي. ولا نسيت اعمل لك وكاله؟ مدام سهير، مدام سهير، يا ريت نتفضل لجوا، في فيديو معي يعني بخص المرحوم وبخصك، مين مرحوم لك؟ وهذا قررها كيفك؟ جاهز الكاميرا استاذ؟ جاهز تفضل. طبعا هاي الرسالة موجهة لك يا سهير زوجتي العزيزة، طبعا رح يسلمك اياها استاذ المحامي ابن عمي محامي ياسر في حال لزم الامر، طبعا بعد وفاتي. انا بصراحة كنت فعلا ناوي اسجل كل املاكي باسمك مثل ما اتفقنا ومثل ما قلت لك، حتى تقدري تتصرفي بكل شيء باعتبار انه سولين وحماده لساتهم صغار قاصرين. بس لاني كنت مخدوع فيكي ومفكر انك فعلا بتحبي حماده مثل ما كنتي تقليلي، ومن سوء حظك انا لاحظت باخر ايامي انه حماده كتير حزين ونظراته اليك مليانه بالخوف والرعب. سالته اكثر من مره كيف خالتك بتعاملك؟ عم تضربك؟ عم تقسى عليك؟ وهو يقول لي لا لا بابا، خالتي بتحبني وبتعاملني بالمنيح، بس انت بتعرفي انا مو سهل ابدا. لهيك سالت سولين، حلفت على القران فحكت لي كل شيء، كيف تعاملي حماده بغيابي، بعنف، بقسوه، وكأنه هالطفل من أكبر أعدائك، مع أنه بعمره ما سبب لك أي إزعاج. وحتى أكون عادل معك يا زوجتي العزيزة، قول آخر مرة قررت أعطيكي فرصة، أو بالأحرى آخر فرصة. اتفقت أنا وابن عمي المحامي ياسر أنه يعطيكي فرصة أسبوعين بعد وفاتي طبعا، وشوف كيف رح تعاملي ابني حمادة بالمنيح مثل ما اتفقنا أنا وياكي، مثل ما كنت تظهري لي أنه بتحبي هذا الطفل، أو بالعاطل. بما أنك هلأ بتشوفي هذا المقطع فأكيد اللي كنت أفكر فيه طلع صحيح، صرتي تعاملي حمادة بالعاطل مثل ما أنا شكيت ومثل ما حكت لي بنتي سولين، بنتك سولين. لهيك أنا عملت وكالة عامة للمحامي ابن عمي، وهو راح ينقل كل شيء باسم حمادة وسولين، وهو راح يكون الوصي الشرعي عليهم حتى يبلغوا السن القانونية. وبالنهاية
أنا كثير حزين إنه ما طلعتي قد الأمانة وخنتيني وأنا ميت. ضيعتي كل شي بيناتنا من عشرة وخنتي العهد. بس الرسالة رح تصلك طبعا بعد ما أموت، وآخر رسالة رح تكون إلي. بس تاز خلاص إني شو يعني هلأ؟ أنسي سولين يعني البيت بالآخر لحمودة ولسولين، وأنا الوصي الشرعي على حمودة وسولين، ف ما فيك تطلعي من بيتي. لو سمحتي طلعي من بيتي. أنت ظالمة، ظلمتيني كثير. كنت أتحملك أقول يلا صار أمي، بس أنت ما في بقلبك قدرة ترحمي. أنت بديتي والبيت أظلم. لا تزعلي، أنا مالي قاسي لهالدرجة. بدي تنقل نص الورطة اللي ورطتها من قبل على اسم خالتي سهير. المرحوم أبوك كان متأكد إنه أنت ما رح تتخلى عن خالتك، لهيك طلب مني ننفذ لك يعني ننفذ لك طلباتك وكلامك، وأنا رح نفسه. يا إنسان في دنياك لا تظلم، فاعلم أن كل ظالم سيأثم، وبإثمه ربه يرى ويعلم، ومن عقاب الرب لن تسلم، فتريث قبل أن تندم، وبحسن الفعال لأفعالك اختم، ستأتي قيامتك فافهم، فاليوم شاب وغدا ستهرم، ستموت والتراب عليك يركم، لا شك أن من يرحم سيرحم، فربنا لا ينسى ولا يظلم.